مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من داخل مقر الجريدة. كابتن، هل حضرتك شايف أن كابتن طارق يحيى يستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك مع المدير الفني؟ لا، مع المدير الفني الإيجابي. وطارق جدير ان يكون موجود، لان الراجل بقاله 15 20 سنه بيدرب، مدرب عام ومدير فني وصعد بالاتصالات، لا ليه خبره، لكن مدير فني ودي ممكن تفيد الاجنبي، بس الاجانب بيسيبوه يعني مثلا ايه، يدوا له جزء من حتى الراي في استشاره الراي ان ده مصري فعارف طباع المصريين. ممكن تساليني عن واحد اقول لك بامانه ده كويس او وحش، وكويس ايه وحش في ايه، لكن طارق يقدر مدير فني. لا والله انا هشفق عليه لو هو مدير فني، وده اللي بيعمله استاذ مرتضى، ما بيحبش يجيب مصري لان الضغوط بتبقى عليه كتير. ما كان عاوز ايهاب جلال، ما كانش ازاي الناس فاكره كنت ضد. لا انا مش ضد. يعني انت كنت تفكير الاستاذ مرتضى ممكن يكون 70-80%، لكن مقتنع تماما ان المدرب العالمي الاجنبي هو اللي ممكن يفيد نادي الزمالك. يعني ايهاب جلال كان فكرك في ايه، ان هو يبقى موجود ولا مش موجود؟ هل ايهاب جلال نجح فين؟ في المقص، جاب دوري، جاب كاس، رد عليا خلاص. يبقى احنا قيمناه على ايه؟ تقييمه على ان هو في المقصة عمل موسم روعه، وبعد الاهلي وفوق الزمالك. اذا دخل نادي الزمالك فعليه ان هو لازم يجيب البطولات. من هنا نقدر نقيم محمد صلاح او جلال او ايهاب او اي حد موجود، لكن مش كل واحد في حتته كويس. زي بالظبط كده، هتجيب لعيب النهارده جاب جون في الاهلي والزمالك، جبتيه قعد سنه ما يجيبش جون معاك، هل انت اخترت وحش ولا هو كان مستواه كويس ولا هو مشيش في الحته دي كويس؟ لكن انا مع المدرب الاجنبي في الاهلي والزمالك بس. مين الخمسه اللي طلعوا من نادي الزمالك وما اتكلموش عن في هدوء، كانوا في النادي وماسكينه؟ اولهم محمد حلمي، من الناس كلها كانت ضده. مؤمن سليمان، حضرتك طبعا، لا بص، عشان انا مش بطل ولا كويس، انا طبيعتي ان انا انا ممكن بس اتكلمت على فاروق جعفر ان كان شتم زمايله، مش يعني ما اتكلمش عليا انا، شتم زمايله في التدريب وهو كان مدرب، كنت اتمنى انه يتريس، لان ممكن النهارده ربنا يوفقني بكره لا، وكان بتحصل له هو في الجيش او ماسك مش عارف كان ماسك ايه. بس ده الحاجه الوحيده قلت ان هو يعني المفروض ما تشمش زمايله، ودي حقيقه، المفروض ما تشمش زميل ليا في التدريب. ولما تقولي لي فرانكو في التدريب اقول لك ما اعرفش، انا ما عشتوش، ما عشتش معاه. نتكلم عن الانتخابات شويه، شايف الانتخابات ازاي؟ انا ماليش في انتخابات، وعلى فكره مش عضو في نادي الزمالك فعلا. ان انا لغيت عضويتي ايام استاذ ممدوح عباس. و لا هو استاذ مرتضى كان بيحاول، بس يعني ما كنتش يعني قلت لا، لان انا بقول لك لا نجم هيأثر في انتخابات نادي الزمالك، ولا لعيب كوره هينجح حد. استاذ مرتضى هينجح من منطلق ان هو خلى الناس في النادي تعيش في بيتها التاني. يعني تصوري انت مثلا ممكن تقعدي 10 ساعات في نادي، مش ممكن تقعدي وانت مش مرتاحه او مش مبسوطه او مش بتاكلي كويس. فهو عمل ده، فكده كده هينجح. ولو في يعني الراجل دايما انا اسمع ان هو بيقول لك لو في منافسين او رؤساء عايزين ينزلوا، والاصلح نادي الزمالك. حتى انا سمعت له مره قال لو حد نزل انا هدي له صوت. اي هو بص، نادي الزمالك احنا كلنا كيان نادي الزمالك، بنخش من تحتيه بنطلع من جنب نادي الزمالك. فاتمنى ان كلنا نتكاتف في انتخابات او غير انتخابات لمصلحه النادي، مش مصلحه ناس. لان العمل التطوعي اللي هو تطوعي اللي بيقولوا عليه ما يخليكيش تحاربي وتدفعي ملايين عشان تقولي انت بتشتغلي ببلاش.